لفتت صحيفة الأخبار إلى حديث ينقل عن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في جلساته الداخلية أو مع زوار يستفسرون منه عن تصوره للمرحلة المقبلة، يتمحور حول القدرة على تنفيذ المشروع ضد الحزب، مع التأكيد على أن انتخاب رئيس للجمهورية ليس بابا لحل الأزمة بل لتغيير الصيغة الحالية في البلد بأي ثمن. وعن صحة هذه المعلومات قال مسؤول جهاز الأعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور في حديث للجديد: كل ما ورد في مقالة ميسم رزق في صحيفة الأخبار هو تضليل بتضليل، وقد ذهبت رزق إلى حد الادعاء بنشر محضر لقاء مع الدكتور جعجع، وقد أصرت على وضع أقواله بين مزدوجين في محاولة للدلالة على الجدية والدقة والرصانة، فيما كل ما هو منشور مزور ومرزول. ومن يزور مسرح جريمة اغتيال الشهيد ليس الحصروني لن يكع عليه طبعا تزوير مواقف سياسية، وبالتالي كل ما هو وارد في هذا المقال هو مدبج ومؤلف ومزور وكاذب ومضلل ولا أساس له. الصحيفة لفتت إلى أن قائد القوات يبدو في جلساته أكثر اندفاعاً والتزاماً بما يسميه الثوابت، مؤكداً أن القوات تملك كل عناصر القوة والإمكانات المطلوبة لخوض المعركة ولن تتراجع عنها في وجه حزب الله الذي سنلاحقه في كل مكان ولن ندعه يرتاح، وفي كل قضية في البلد سنتعامل كما تعاملنا في ملفي الكحالة وعين إبل. هذا الخلاف المتفاقم بين القوات والحزب بدا جليا في الساعات الماضية، فبعد تصريح لأمين عام الحزب أكد فيه أن أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي ولن نسمح أن تفتح هذه الساحة من جديد، كان رد من عضو القوات اللبنانية النائب فادي كرم قال فيه: لأن جرأتنا تدفعنا لكشف حقيقتكم ومبدئيتنا تدعونا لرفض مؤامراتكم ضد لبنان، أفشلنا كذبة الحوار الذي تسعون لفرضه وتمرير ألاعيبكم من خلاله، ولأننا نعرفكم تماما ونعي نواياكم ندرك أن كلامكم عن الاغتيالات تحضيرا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الستر في حديث للجديد: ما قاله أحد النواب من جهات سياسية معينة أو من بعض القوى هذه التي تعترض على كل شيء في لبنان وهي تظن أنها تستطيع أن تقف بوجه كل الأطراف اللبنانية وكل القوى اللبنانية، أظن أنها يعني لا تزال تعيش في حالة من الوهم وفي حالة من المكابرة، لأنها تعتمد فيما تعتمد عليه بأن القوى الأساسية ومنها حزب الله على وجه التحديد لا يريد بأي حال من الأحوال أي يعني خضة أمنية في الداخل اللبناني أو أي جنوح يعني ممكن أن يؤدي إلى انفجار الوضع داخل لبنان أو بين يعني بين الشعب اللبناني، يعني على ما تشير إليه ربما بعض التجارب السابقة التي أدت باللبنانيين إلى اشتعال الحروب الداخلية. بموازاة ذلك يعلق جعجع على الإيجابية التي يبديها جنبلاط تجاه الحوار مع الحزب، حيث يقول في مجالسه وفق صحيفة الأخبار: هذا هو وليد الذي تعرفونه، مدعيا أن القاعدة الدرزية الشعبية معنا، وحين تأتي الساعة ستلعب السعودية دورا في هذا المجال. جعجع شدد وفق الصحيفة عينها على أنه حين تصبح اللحظة مؤاتية ستجدون المملكة أكثر حضورا بكل إمكاناتها وسترون عدد أكبر من النواب معنا،